liturgy, the epistle that St. Paul sent to his disciple Timothy. Timothy, the second epistle, chapter 4, verse 7. And he said so, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is, there is laid up for me the crown of righteousness which is the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved his appearing. ده كان النهاردة قراءة النهاردة في قداس النهاردة الصبح رسالة معلمنا بولس إلى تيميساوس الثانية تلميذ تيميساوس الإصحاح الرابع قال جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان عجيب القديس بولس ده إن هو كده يبقى واثق ان هو تمم رسالته حال الجراءة والشجاعة دي ما, ما يعلنهاش الا بالروح القدس إلا يكون هو يعني متكبر او مخدوع انما لا بوسلا كان متكبر مخدوع كان مستنير قوي بالروح القدس عشان كده هو اعلن قال انا جهدت الجهاد الحسن اي افتخار القديس بولس الرسول افتخر بيه عن نفسه في رسائله كان باتضاع شديد وكان ضروري كان ضروري كرسول من وقت التاني يؤكد على رسوليته وعلى ابوته وعلى عمله لان كان عدو الخير بيشكك الشعب في خدمته في رسوليته وفي نفس الوقت هو كمعلم وعنده تلاميذ وعنده كنايس وعنده كثيرين يتلمذوا على ايده كان لازم يديهم نموذج والنهارده بيديهم الختام بتاع نموذج حياته اللي هو جهادته الجهاد الحسن اكملته الساعه الايمان لا هنا في الكلمه دي في اه تناقض جهاد وحسن الجهاد ده نعرف ان هو ايه ده تعب ده يعني اه تعاب واصفار واصوام وتوبه ومطنيات وخدمه وبذل طب ازاي يبقى حسن هو غالبا حسن طبعا على نتيجته ان المسيح له المجد قال كده اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق لان الباب الضيق هو المؤدي للايه للسماوات اذا ان كان الجهاد يتحمل التعب ويتحمل مشقات ويتحمل الام الحياه كلها من اجل المسيح فهو حسن لان نتيجته ايه ان يكون مع الرب كل ايه كل حين دي اول ايه جزء الجزء الثاني ايه هو الجهاد اللي جهده القديس بولس الرسول ايه هو الجهاد اللي كل واحد فينا المفروض يجهده ممكن يكون بنجهده ممكن ما نكونش بجهده كله ممكن يكون مخدوع وفاهم نفسي ان انا بجهده مية في اول حاجه تيجي على ذهننا في الجهاد الحسن هو جهاد الإيمان جهاد الإيمان في فرق كبير بين شخص مؤمن وشخص غير مؤمن شخص يثق في الله شخص لا يثق في الله يثق في فكره يثق في خبرته يثق في اللي حواليه ويمكن يجي قال لنا ملعوم من يتكل على إيه ذراع إنسان لما توبة للإنسان المتكل على الرب المتكل على الرب متكل على, على إله السماء والأرض وقالها داود النبي في اكثر من عبارة من مزمور في أقسم صلوة إن هو يرفع على الصخرة رجلي واقف على صخرة إيه الصخرة اللي يقصد بها بولس الرسول داود النبي صخرة الإيمان ودي اللي قالها يسوع لبطرس على هذه الصخرة إذا لما داود قبليها يقول الصخرة دي صخرة الإيمان صلابة العلاقة مع الله وثبات العلاقة مع الله يبقى أول جهاد هو جهاد الإيمان اللي احنا كلنا نحرف فيه نحرف فيه في عالم يشككنا بالتكنولوجيا وبالافعال الخارقه وبالامكانيات الرهيبه وبكل حاجه يشككنا في الله لا احنا نثق في الله ايه هو الايمان الثقه بما يرجى انت تتمنى حاجات تثق فيها مش شايفها بعينك مش لابسها بايدك تثق فيها والايقان التاكد قوي قوي بامور لا ترى بالعينين اللي انت مش شايفه بعينك كده متأكد منه ليه؟ لأن ده ايه؟ ما وراء الزمان. يقول لك في ناس تنظر إلى الزمان وفي ناس تنظر إلى ما وراء الإيه؟ إذا إحنا بتوع ما وراء الزمان إن ربنا ده ملك السماء والأرض بس ربنا يملك علينا كاملة بعد تحتنا في الإيه؟ في ما وراء الزمان في الأبدية. يبقى أول جهاد هو جهاد الإيمان. وبولس جاهد جهاد الإيمان. بولس كان يهودي مخلص جدا جدا. وكان مسيحي مخلص جدا 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 لما جه قارن يعني حياته بين اليهوديه المسيحيه قال كنت مفتريا على كنيسه الله فريسي وابني فريسي وملتزم الناموس وفتره كده يعني ترانزاكشن بيريد كنت مفتري وبعد كده انا ما لا انا بل إيه المسيح عامل فيا واللي انا فيه ده كله من عمل الايه المسيح وبشر كثيرا جدا بالايمان بالمسيح وقاد كثيرين للايمان بالمسيح وتلمس جسرين وإلى الآن نتلمس على رسائله المكتوبة بالروح القدس فده جهاد الإيمان اللي المفروض إحنا نجاهد فيه إحنا ليه بنتكلم على الجهاد ونهاية الحياة عشان إحنا بن بن, بن بن مع بعض في في مناسبة تعزية فحياتنا لازم تبقى فيها الإيمان الثقة الاتكال على الرب لأن الذي يتكل على الرب خير يتكل على إيه؟ الرؤساء واما المتكبر فلا يخزون ابدا ابدا ربنا شايف وعارف وبيحب ويقدر يحفظك لانه قادر على كل شيء ومحب للبشر جهاد الايمان والايمان يكون ايمان عملي ايمان عملي مش ايمان بالكلام ايمان عملي انا واثق فيك يا رب خش في نار واثق فيك خش ما خش واثق فيك انا ابنك انا واثق فيك في مرض واثق فيك في مشكله واثق فيك انت انت حميتي جهاد الايمان في جهاد تاني مشهور قوي اكيد بولس الرسول جهده وقال انا جهدت جهاد الحسن واحنا المفروض نجاهده جهاد القداسه او جهاد الطهاره والنقاوه او جهاد التوبه لان العالم وضع في الشرير ورئيس هذا العالم ده مين؟ الشيطان يبقى يقود العالم للايه؟ للشر للخطيه للنجاسه للوحاشه يقودوا للبشاعات ويقودوا للقتل والدمار زي ما احنا ايه؟ ده شغل الشيطان اللي شغالين ده. شغل غضب وانتقام وحقد وطمع، ده طمعان ده طمعان، شغل الشيطان. فيش ربنا في الحته دي. فده جهاد اسمه جهاد القداسه. بورس كان بتول. وقال يا ريتكم كلكم تبقوا كده. انما لو في ناس مش بتوليين خلاص يبقى مقدس في حياته الأسرية والزوجية ولكن الرجل مقدس في مرة ومرأة مقدسة في عشان بيقودوا بعض للقداسة بولس كان يتكلم عن الخطية ويقول لن تجاهدوا بعد حتى الدم يعني جهاد الخطية جهاد حتى الايه الدم تيجي افكار تحاربني تيجي ضعفات جوايا افضل اقاوم بقوة نعمة المسيح واللي اتكل على المسيح هو متكل على قوة كان شو شودة قال كلمة على لسان الشيطان قال الشيطان قال لله اترك لي الأقوياء لكي أحاربهم اللي, اللي بيظنوا نفسهم أقوياء أما الضعفاء فلا تتركهم لا, لا أقدر أن أحاربهم ليه لأنهم متكلين إيه عليك جهاد القداسه والطهاره والتوبه والنقاوه دي محتاج حفظ الحواس. محتاج حفظ كل اللي بيخش جوه عقلي وفكري وكياني لان حواسي مفتوحه. على ابوابك يا اورشليم اقمت حراسا والكنيسه واحنا صغيرين حطت علينا حراس بالميرون المقدس على حواسنا. سيلد بنسميه كده بالانجليزي سيلد يبقى ختم جهاد القداسة محتاج توبة مستمرة، إن كنت أحارب إن كنت ضعيف أروح للتوبة أرجع للتوبة على طول باب التوبة مفتوح فأدي جهاد القداسة، إحنا هنمر كده مرور سريع على إيه هو جهاد الحسن؟ جهاد الإيمان وجهاد الإيه؟ القداسة في جهاد تاني جهاد القديس محتاجين جهده جهاد حفظ السلام. لأن توبة لصانع السلام توبة لصانع السلام حد أهني حد جرحني آه يحصل عن ضعف أو عن أي سبب أنا أصنع سلام هاخد التوبة والتطويب من عند ربنا يسوع المسيح يقولك أنت ابني انت, أنت أنا ربيتك أنت تمر فيك أنت فيك من روحي أن روح ربنا في سلام ثماره من السلام فده جهاد السلام في العلاقات كثيرين كانوا يضطهدوه كثيرون كانوا يتمنوا قتله كان يصلي من اجلهم كان يصلي من اجلهم كلهم كان يحبهم جهاد السلام في العلاقات حفاظ على العلاقات ان كلنا احباء اعضاء في جسد المسيح له المجد لما انا اتخاصم مع أخوي او مع اختي او مع ده انا بشرخ جسد المسيح أبقى أنا سبب في جرح ينزف في جسد المسيح، دي حقيقة، ما أنا المسؤولية دي خطر جدا جدا جدا، إن أنا أجرح جسد المسيح بالخصام، أحافظ على جسد المسيح في في صحة بالسلام، فجهاد الإيمان، جهاد القداسة، جهاد السلام، بولس مشهور أوي أيضا إن هو جاهد جهاد الخدمة، كرّس نفسه لربنا. في مننا مكرسين في مننا مش مكرسين بس وقتهم الفاضي لربنا بعد الشغل بعد البيت بعد التزامات لربنا اتكلم مع أخت مباركة النهاردة بتقول لي انا طالبه من ربنا طلب معين لو هو ان شاء الله يدهوني ها صلي لي ابونا انا هخصص له يومين لي هو اخدمه يومين في الاسبوع يومين من سبعة ايام يعني تعال شوفوا كم في المية بقى تلاتين في المية ولا خمسة من في المية من اليوم من, الـ من الـ من الاسبوع بتالي يبقى من العمر نقدر احبائي نخدم ربنا بكل الطرق واعظمها وابسطها ان انا اصلي من اجل الجميع اصلي من اجل الناس اللي في احتياج اصلي من اجل اللي مش عارفين ربنا اصلي من اجل المتضايقين والمتالمين اصلي لاجل كل واحد يطلب مني الصلاه دي اعظم خدمه اعظم خدمه دي عملها موسى على الجبل فاتح ايده كده وبيصلي ويشوع في الايه سيبوا المكرسين كهنه خدام شمامسه مدارس احد بتاع سيبوهم هم ايه يجهدوا على الارض وانتوا ارفعوا ايديكم في ايه في بيوتكم من اجل ابونا من اجل البطرك ومن اجل الخدام ومن اجل الشمامسه ومن اجل كل الكنيسه ومن اجل كل واحد محتاج يعرف يسوع حبة ربنا لما تملأ قلبنا وتنورها نحزن على أي حد ما يعرفش يسوع وبنفسنا نفسنا كل الناس تعرف يسوع. نحزن على أطراف متنازعة ومتسرعة وفي دماء وفي قتل وفي تشريد وفي يتم وفي جوع وفي عطش نحزن ونصلي من أجلهم من قلبنا ربنا يديهم سلام يعرفهم طريقه. أدي أعظم خدمة وأعظم تكريس وأعظم جهاد، جهاد الخدمة ده. جهاد الخدمة والكرازة والبشارة. وتقدر تعملها ايضا باخلاقك واسلوبك ومسيحيتك يروا الناس اعمالكم الصالحه يمجدوا اباكم يقولوا الله على المسيح بتاعهم ده الله على المسيحيه بتاعتهم ده بدل ما يلعن ايه الاسم الحسن بسببنا ادي جهاد جهاد مش اشاركهم لان الانجيل قال لنا لا تشاركوهم خالص ما نشاركش العالم في افعاله بحجة إن إحنا في أستراليا ولارج وأوبن وثقافة نو no. نو no. إحنا مهذبين إحنا أخلاقنا عالية إحنا محترمين إحنا نعرف ربنا إحنا أمناء إحنا صادقين مش كذابين هو ده الشخص المسيح إحنا أطهار إحنا نمشي في في الحياة الروحية دي والأخلاق المسيحية دي ومن الناس يرى أعمال الصالحة مش من أجلهم طبعا من أجل خلاص ومن أجل إرضاء المسيح للمجد اللي خلصت فأكرز باسم المسيح يشوفوا فيا صورة المسيح ويشموا فيها ريحة المسيح ويعرفوا فكر إن فكر المسيح قوم يتجسد المسيح في حياتهم ده جهاد عمله واحنا محتاجين نعمله جهاد إيمان جهاد قداسة جهاد سلام جهاد خدمة وبولس بقى جاهد جهادات كثيرة قوي قوي احتمال وصبر و واحتمل كثير جدا 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 ظلما من آخرين كان قلبه مليان محبة ربنا والله اداله من نعم واظهر له من نعم واظهر له من اعلانات تأويف طريق الروح ربنا بيدي اعلانات وتعزية النهارده صلينا الصبح جنازة لإحدى السيدات المباركات في الكنيسة الله يرحمها شخصت كانسر من سبع سنين والدكاترة قالوا لها هتقعدي ثلاث شهور قعدت بعد ثلاث شهور ثلاث سنين وبعد كده كان داخل عليها كريسمس قالوا مش هتكملي كريسمس قعدت وراه كذا كريسمس وقعدت تقاوم وتجاهد سبع سنين وسمها فايتر يعني ايه التعزيات اللي ربنا اظهرها في حياتها بعد الالام اللي شافتها كثيرة ولكن اخرها اخر اسبوع رحت ناولتها يوم الاثنين خدت بركتها كان المفروض اروح الثلاث وفي عائق منعني بس الله تصرف الله لها مناوله من السماء راحوا لها اسره قالوا لها تناولتي النهارده حد قالت لهم اه جالي ابونا بشوي تتصل بابونا بشوي انت رحت قال ما رحتهاش قلت رح لها مين راح لها يناولها أبونا بشوي كامل وخدت بركتها يوم الاربعاء ويوم الجمعه قالوا لي دي الله اخر يوم كنت هروح و... وايه وبعدين في الحقيقه هصلي هصلي بعد الظهر فقلت اجي الصبح في قداس المدرسه اقف مع ابونا واخد التناول واروح اناولها واكمل صوم واصلي و... اخر النهار ابونا اللي هيصلي في مدرسه ما جاش أول مره يعملها يعني اتصلت بيه قال انا نسيته في اخر الدنيا فجيت هنا لقيت ابونا بشويه ابونا شوتي اللي ماسك الذبيحه ابونا شوتي ابونا بشويه قلت له تعالى اصلي قداس المدرسه اني إيه لازم اصلي بعد الظهر فلقيته جايب معاه الحق راح فين يا ابونا قال لي راح لفلانه عشان قالوا ان أبونا بشوي يظهرها فهو عاوز ايه يروح ياخد بركتها ان هو على اسم ابونا بشوي كامل وسالها لها مين جالك قلت له بشوي وراها سؤال اللي هو ده جينا وني تعزيات تعزيات ليه عشان محتمله عشان صبره عشان بتجاهد عشان واثقه في ربنا ادي الجهاد جهاد الايه الحسن الحسن اللي بعديه الله يضع اكليل البر على رؤوس المجاهدين يهبوا اكليل البر يهبوا للديان في يوم الدينونه ليس فقط لي بل لجميع الذين يحبون زهوره ربنا يعطينا نعمه ونجاهد 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 عشان يقبلنا عنده ويكلمنا عنده في السماء مره اخرى نصلي من اجل اسره فادي وتعزيته وربنا يبارك حضراتكم هنختم ابانا الذي وندي فرصه اللي عاوز يسلم على فادي وبعدين نكمل اجتماع خمس دقائق فقط وبعدين نكمل اجتماعنا عشان في في لقاء مع متكلمين في الاجتماع هنكمله عادي اتفضلوا نصلي ابانا الذي في السماوات